مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احنا ناس حبايبي كلمه ما انتم شايفين شباب، انا الان مش بحساب شباب، بحساب صديقي باتمان يوسف. شباب دائما تشوفوا معي على البث مباشر. اوكي اساطير، طبعا شباب انا طلبت من شوي طلبت حسابه. اوكي حبيت اعمل له مفاجاه. اوكي حبايبي ما انتم شايفين شباب، هو حلمه كان دائما سكن اللص شباب. طبعا شباب الان من شوي نزل سكن اللص شباب مثل ما انتم شايفين على الشاشه يا اساطير. اوكي حبيبي، طبعا هو دائما الشباب مثل ما انتم شايفين كان بنفس الوقت دائما بيحط بيلبس اللبسه هي الموجوده فوق. اوكي و يعني ايفو يعني لما دائما يفكر هو هي السكن، يعني حلمه هي السكن يعني السكن اللص. اوكي يا اساطير، ليك شباب بدنا نشحن له جواهر. خلينا نشحن له شويه جواهر يا اساطير، ليتس جو. اوكي شباب هيكم شباب حبيبي اللي شايفين شباب، شحنت له الجوهر شباب، صار عنده تقريبا 5000 جوهر شباب. طبعا شحنت له شوي كمان التوب اب، هديته التوب اب شباب. اوكي يا اساطير، معنا تقريبا شباب الحساب الان 5000 جوهر يا اساطير، رقبوهم شباب لنشوف كم راح يكلفنا هذا السكين. اوكي يا اساطير، قول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، اول 5 لفات ليتس جو. لعيب باتمان ابلع، اوبا اول توكن لوز اللوز، يلا توكن اللي بعده ان شاء الله. اولي اوه طلع له سكين حلو اسطوري، تعال نعمل هيك شباب، نحرق ابوه شباب، نحاول نحصل له حتى الرقصه جديده طلعت له شباب. لوز اللوز صراحه شباب باتمان يعني من الاشخاص اللي دائما بيكونوا معي على البث المباشر ودائما بيساعدوني يعني باللايف وستريم. بتعرفوا شباب باتمان يوسف الورد، اوكي بيستاهل كثير هذا الشاب الولد الصغير الجميل. اوكي يا ستير خلينا نشوف، و التوكن الثالث شباب لوز اللوز، بدنا نحرق ابوه شباب، بدنا نجيب له السكين، بدنا نخليه ينبسط شباب. اوكي خرب ما خلي المايك، الزم لي المايك، الزم لي المايك شباب، الزم لي المايك. اوكي شباب هيك بنكون حصلنا على كثير من الاشياء، بقينا التوكن واحد شباب. اوكي يا اساطير يلا التوكن الاخير يا شباب، بدنا التوكن الاخير، التوكن الاخير يا معلم، التوكن الاخير يا معلم. طب ثواني هي شنو؟ ثواني شباب، طبعا معنا 5000 شباب، 5000 جوهره، بس المشكله اوه عنده اياها هي صار عند اوه سبب نسينا اللي فيهم اشياء كثيره شباب. 24 ضربه شباب لنشوف حظه، يلا اوكي اوكي اوكي، بيض بيض نحرق هذول كمان، ليتس جو ليتس جو. اوكي بيض اوكي شباب، الحظ مش لوز اللوز، الحظ مش لوز اللوز شباب. يلا باقينا توكن واحد شباب، ليتس جو، ان شاء الله يكون اخر توكن. يلا ابلع يلا يا زلمة، يلا اخر توكن يا اخي، اخر توكن اخر توكن، كمان برو. لا زلمة والله شباب انا شايف الحظ بيض، اقسم بالله شاب شايف حظه بيض. خلينا نصبر شوي كمان شباب، يلا يلا التوكن الاخير، التوكن الاخير يا زلمة. او ماي جاد شباب، او ماي جاد شباب، نضرب وحده وحده نشوف. يلا 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 يا زلمه، توكن واحد بربك، لا تنشف لي ريقي، بربكم بربكم شباب. صار عشان نضرب هذول نشيل هذول، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب انا وعدته اوكي، هو يعني كيف دخلكم، هو يعني ما كان بيعرف هذا الشيء، ما بيعرف انه كنت راح اجيب له هذا السكين، ما بيعرف انه هذا السكين راح ينزل، فهمتوا علي كيف؟ ليه قلت له اعطيني حسابك وراح اشوف راح افاجئك بشيء، بس هو لحد الان ما بيعرف شباب. اوكي بس يا اخي بدنا التوكن، وين التوكن؟ لا يا ربي مستطيل، لا يا ربي زنجبيل، حظ بيض حظ بيض، اقسم بالله ما معنا 2000 جوهره شباب، التوكن واحد بس ناقصنا. لا لا بليز توكن واحد، لا شو او ماي جاد او ماي جاد شباب، على حظ البيض. لا بليز بليز لا تعمل هيك معي، الله يخليك. توكن واحد شباب، لا اوه اخيرا اقسم بالله شباب الصراحة حبايبي يعني ما بعرف ما بعرف يعني جد عن جد الصراحة يعني قلت لحالي خفت خفت شباب يكلف اكثر مني. طبعا شباب انتم شايفين حصلنا له جبنا له ابو السكين، اوكي الصراحة يعني الف مبروك عليه، يعني هذا السكين شباب يعني دائما يعني صار له تقريبا معي صديقي يعني فهمتوا علي، صار له معي تقريبا 3 سنين اوكي، ودائما بيحلم بهذا السكين فهمتوا علي كيف، كل ما مثلا ما بعطيه حسابي دائما بيلعب هذا السكين. هيك شباب عن جد بيستاهل، راح ابعث له رساله الان اوكي، راح اقول له تعال ادخل الحساب اوكي، راح اقول له شوف شوفي بالحساب وشوف ردة فعله. اوكي يا اساطير ما راح افتح البكش اوكي، راح اقول له شوف شوف شوفي بالحساب، ماشي راح اترك كل شيء على حاله وبدي اقول له ادخل على الحساب. اوكي يلا اوكي حبيبي قلت له ادخل حسابك، لان هلا لازم يدخل على الحساب، نشوف
نشوف راح يدخل على الحساب ولا لا. طبعا شوف لحد الان نشوف بعت له رساله على الواتساب قلت له ادخل حسابك قلت له ادخل حسابنا نشوف لحد الان وين شو عم بيعمل دخل راح يدخل ولا لا. قلت له راح اوعدك بشيء ما بعرف شو بيزق لنشوف. وات ليش لحد الان ما يدخل شو عم بيعمل هذا سوري دخل 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 على الحساب دخل اوكي شو ادخل على حسابي حول على حسابي الان اوكي ونشوف نشوف نبعث له نبعث له نبعث له نبعث له نشوف قل له شيء عادي تمام. وقف شوي خلينا نوقف الميوزك اوكي نشوف ردة فعله شباب شوف ردة فعله شباب شوف ثواني ثواني شوي. هاي برو هاي يوسف هلو everybody هلو يوسف ادخل على على المخزن مثل ما وعدتك بشيء جائزة وشغلة ادخل على المخزن راح تشوف ادخل على 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 الأغمار ادخل بسم الله اشوف ولي ولي مزيوف خلص او ماي جاد شيل 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 بسرعة هاي هاي الكنز اللي صار لي 3 سنين شايفها معك يعني خلاص جوك لاز 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 شكرا والله ثانك يو والله العظيم تستاهل حبيبي والله بتستاهل حبيبي انا هي كمان رح البس مثلك كمان روح ابلع 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 تستاهل تستاهل يوسف حبيبي وبعد رخصة كمان روح والله شكرا والله حبيبي يوسف والله بتستاهل تستاهل حبيبي تستاهل حبيبي والله بتستاهل تستاهل اكثر من هيك حبيبي يوسف والله بتستاهل اوكي شباب شيء ثاني شباب تذكرت شيء تاني شباب رح اترككم رابط قناته بالتعليقات اوكي اوكي حبايبنا ما بدي اياكم تقصروا معه اوكي رابط قناته رح تكون تحت بالوصف اوكي اذا تصير بالوصف رح تكون بالوصف اوكي شباب رح ندخل تدريب شباب بدي اشوف بدي اشوف ردة فعله كيف عم يلعب بالشخصية نشوف يلا ليتس جو لو شباب بعرف يعني هذه الشخصية يعني يعني كثير بيتمنى شوف 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 واخويا وبرو كي داير اليز اولويز ناري ناري فقط لسه عاود ثاني تا 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 نروح البربر تا يجي يجي البربر يجي يجي البربر تا تا يجي البربر تا يلا كمان ليتس جو نكبروها فيريك نار اللي بتاع عاود ثاني استنى استنى اول تقدرني تقدرني يا ول تضربني يخرب بيتك استاهل كيف لوز ولا مش لوز حبيبي والله تستاهل تستاهل حبيبي تستاهل 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 ايه ملقلك انت ملقلك يخرب بيت سمتك لقلقت تعا 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 يجي نلعب وان فيسمان تعا تعا يلا روح شو عم يرقص تستاهلوني فرحان فرحان والله فرحان تستاهل 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 والله تستاهل تستاهل حبيبي تستاهل تستاهل كل خير حبيبي يلا تعال روح 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 واحد اثنين ثلاثة اي جابني هيد شوت كم واحد كم 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 يا ستورتي يا ستورتي خلاص يا اخي يا اخي يا اخي تسرعني يا اخي يا اخي مبسوط 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 لا زال لا يلا تعال تعال خلاص يكفي يكفي يوسف تعال خلاص يا اخي بعدين تلعب يا اخي اطلع اطلع يخرب اطلع اطلع يا اخي شو نقضي الفيديو كل بدنا نقضي الفيديو كله الضحك شباب ونلعب لوز اللوز يلا كفو الله شكرا حبيبي يوسف تستاهل تستاهل والله تستاهل حبيبي والله تستاهل اوكي يا ساتير اوكي شحبابنا الكرام هيك هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا حبايبنا الكرام ان شاء الله عجبكم مقطع يا جميلين بتمنى من كل اسطورة انه لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس وباتماني يوسف لايك انهي الكلام والله انا شو اقول بدنا شباب في هذا الفيديو 10000 لايك ما تقصروا مع اليكو والله ما يخسر مع والله ما يخسر مع احد في البوتوت ولا في المسابقات ولا في كل شيء والله ما تقصروا معي شباب اعملوا لايكات نوصلوا 10000 ان شاء الله يدخل شراكه وما راح
ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله حبيبنا ان شاء الله حبيبنا. اوكي حبايبنا الكرام لا تنسوا شباب انا مكمل لسه بعمل سحوبات بالتعليقات. اوكي حطوا الاي دي لوز لوز عشان الرقصه الجديده شباب نعمل سحوبات. اوكي حبايبنا دائما نعمل سحوبات على الرقصه. هيك بكون ده مقطع اليوم حبايبنا الكرام، نشوفكم على خير. سلامات سلامات.